محاور جديدة فتحتها الآليات التخصصية في داخل المبنى المنهار بعد رفع الكتل الخرسانية المتراكمة من 5 طوابق، فضلا عن إزاحة أطنان الحديد المتبقي تحت الأنقاض. حتى ساعة إعداد هذا التقرير 3 أشخاص، رجل وسيدة وابنتها، والعمل مستمر للوصول إليهم. أكثر من 150 منتسب من الحج الشعبي، 50 آلية ومعدة تخصصية حضرت بالمكان. العوائل وذوي المحاصرين يقولون 3 أبنائنا وبناتنا الآن داخل الطابق الأول. تعرف كم هائل من الركام. أول يوم أنقذنا تقريبا 13 شخص، البارحة أنقذنا انتشلنا جثة الحارس البناية. حاليا فرقنا بالموقع تحاول الوصول إلى جثة أم وابنتها. معنيون أكدوا أن أسبابا هندسية وجيولوجية أدت بالنتيجة إلى الانهيار من حيث عمق الأساسات ونوعها وإزالة ركائز أساسية وعدم الالتزام بضوابط البناء ومواصفاتها القياسية المعتمدة، إذ أخذت عينات من نوع الحديد وبقايا الخرسانة لفحصها والتأكد من مدى مقاومتها وقدرتها على تحمل هذا العدد من الطوابق. ما سووا فحوصات جيوتكنيكية، من هذه الفحوصات نقدر نحدد إيش قد تتحمل هذه التربة من أحمال، وبالتالي نقدر نحدد عمق الأساسات ونوعها. إذا ما تم الالتزام بما يقدمه المستشار الجيولوجي بهذا الشيء راح تكون هاي النتيجة حتمية. أنا اليوم من أبني طابقين العفو 3 و4، أحس بحساب إيش قد راح أخلي هذا يتحمل لو ما يتحمل. هذا تقريبا صار ضعيف هذا الجانب عندنا، كان الهدف منه تجاري صار. ما يهم النتيجة شنية، العواقب شنية، مو مهم، بالدليل اللي احنا هسه حاليا بيه. تغييرات خارجية وداخلية أجريت على البناء دون الاستعانة بالاستشارات الهندسية، ما أدى بالنتيجة إلى انهيار المبنى بسبب عدم تحمل الأساسات التغييرات الجديدة. هذا ما أكده متخصصون بمجال العمارة الهندسية، والكل بانتظار تقرير الأدلة الجنائية وهو من سيحسم الأمر. من الكرادة ببغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.